بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. تحياتي أبنائي وبناتي في برنامج التعليم عن بعد، حيث نلتقي في محاضرتنا 11 في مقررنا ريادة الأعمال. وبإذن الله هذه المحاضرة سنبدأ فيها الجزء الأول حول واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه رواد الأعمال، وهي إعداد خطة العمل، البيزنس بلان. البيزنس بلان دي قضية مهمة جدا وبنهتم بيها، ومن الضروري بالنسبة لأي رائد أعمال أن يهتم بهذه القضية بمفاهيمها بمهارات إعدادها، لأنها الحقيقة ذات أهمية بالغة بالنسبة لتنظيم فكر رائد الأعمال وترتيب أولوياته و معرفة خطواته إلى أين تتجه. مهم جدا أن لا يتعرف على المفاهيم فقط، ولكن أيضا أن يتعرف على كيفية إعداد خطة العمل. على هذا الأساس اليوم سنتحدث على في هذه المحاضرة مفهوم خطة العمل، ما هي أهميتها وفوائدها من عناصرها المختلفة، ثم نتعرف على عناصرها المختلفة وكيفية كتابتها والمجالات التي تندرج تحت بند خطط المشروع والخطوات التي تمر بها عملية إعداد خطة العمل، ثم نموذج خطة العمل. على بركة الله هنبدأ معا، وسؤالنا المطروح الآن أبنائي وبناتي: ما هي خطة العمل؟ ما هي خطة العمل؟ وأنا بقى مترقب أسمع منكم، وكالمعتاد انتوا عارفين انه انا ما فيش معايا حد منكم الان حتى استمع اليه، ولكن هي نوع من انواع انه يعني بنفترض حاله تفاعليه فيما بيننا، بحيث انه حضراتكم بتبداوا تفكروا وتبداوا تشوفوا يعني ما المقصود بالمفاهيم التي نتحدث عنها. ما هي خطه العمل؟ البيزنس بلان، ما المقصود بها؟ الحقيقة خطة العمل هي الخطة الأساسية أو عملية التخطيط الأساسية التي يقوم بها رائد الأعمال. بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أبنائي وبناتي أن أتفق معكم على ما يلي: حين أخطط فإن عمليات التخطيط هي تخطيط للنجاح، وحين لا أخطط فهي أيضا خطة ولكنها خطة للفشل. إذن النجاح يتطلب أن تقوم بخطة، بإعداد خطة وفق المعايير والأدوات العلمية التي تعلمتها والتي فهمتها وعليك أن تمارسها الآن. أما إذا أهملت وظيفة التخطيط فكأننا أيضا يعني بالمفهوم المخالفة نقول وكأنك قد وضعت خطة ليس للنجاح ولكن للفشل. خطة العمل أبنائي وبناتي بتساعد رائد الأعمال على جذب المواهب والمال إلى أعماله، بمعنى هي لسان الحال الذي يعبر عن المشروع والذي يعبر عن أفكار ويجسد أفكار رائد الأعمال، ومن ثم بيساعده في اجتذاب عنصرين مهمين. العنصر الأول هو المواهب، العناصر البشرية ذات الموهبة وذات القدرة والتي تمثل ثروة حقيقية بالنسبة للمشروع والتي تمكن من تحقيق النجاح وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها رائد الأعمال. المحور الثاني أنها تساعد في جذب المال، فكأنه أنا كرائد أعمال حين أقوم بوضع البيزنس بلان أو خطة العمل، هذا يعني أنها لسان حالي إلى الموارد البشرية المؤهلة القادرة ذات الموهبة يعني التي يمكن أن تفيدني في
تحقيق أهدافي كرائد أعمال، وفي نفس الوقت فهي بتمكنني أيضا من الحديث إلى الممولين، إلى المستثمرين الذين أرغب في أن يشاركوني في عملية إنجاز المشروع أو في عملية تحقيق المشروع أو غير ذلك من العناصر. فهي لسان حالي الذي يتحدث إلى الموارد البشرية فيجذبها إلى التعاون معي، وهي أيضا لسان حالي الذي يتحدث إلى الموردين والممولين والمستثمرين، ومن ثم يمكنني من اجتذاب الأموال إلى المشروع، يساعدني في توفير التمويل المناسب للمشروع الذي أسعى إلى تحقيقه. فإذا خطة الأعمال هي عمل مهم ونشاط أساسي يساعدني في اجتذاب المال والأفراد. خطة العمل في حقيقة الأمر هي بمثابة وثيقة تفصيلية وجوهرية. خطة العمل هي بمثابة وثيقة جوهرية وتفصيلية بتحدد إلى أين أتجه بمشروعي، يعني بتجسد ما هو موجود في عقلي وما هو موجود في مخي من أفكار خاصة بالعمل التجاري، ومن ثم تكون هي التوثيق وهي التسجيل بشكل رئيسي وبشكل تفصيلي لما سيكون عليه حال العمل التجاري. يعني بتساعدني في تجسيد النتيجة التي أريد أن أصل إليها، تساعدني في ربط الأفكار، وبتنظم عملية التفكير الخاصة بي حتى يستطيع أن يكون تفكيري تفكيرا ممنهجا، تفكيرا منظما، تلتئم في كل الأدوات وكل الفنون، بما يمكنني في النهاية من استيعاب كافة المتغيرات واستيعاب كافة العوامل وكافة الجوانب التي تساعد على تحقيق الهدف الرئيسي الذي أسعى إليه من العمل التجاري. أنا في ذهني أريد أن أحقق عملا تجاريا هي مجرد فكرة موجودة في عقلي نتيجة عناصر متعددة، ربما من خلال خبرة، من خلال إبداع، من خلال رؤية، من خلال متطلب سوقي إلى غير ذلك من الأشياء، لكن أريد الآن أن أحدد طبيعة هذا العمل والمصورة التي ستكون عليه. هذا الخطة العمل بتساعدني في أن أنا أرتب أفكاري، تساعدني في أن أنا أصوغ أفكاري، تساعدني في أن أنا أنظم عملية الإعداد لأفكار هذا المشروع من الأعمال، وبالتالي كأنها بتمكنني من عملية التوثيق التفصيلي والجوهري لخطة عمل. أيضا خطة العمل البيزنس بلان دي بتكون الأداة، أداة التعبير، أداة التواصل التي تربطني أنا كرائد أعمال بغيري من الآخرين، اللي بتنقل إليهم رؤيتي، تنقل إليهم الحلم، تنقل إليهم التصور، تنقل إليهم الفكرة التي أسعى وأرغب في أن أجسدها وأجعلها تقع فين؟ تقع في واقع العمل. إذن الوسيلة التي تمكنني من التخاطب مع الآخرين، الوسيلة التي تمكنني من نقل خبرتي، نقل رؤيتي، نقل أفكاري إلى الآخرين، دي هي خطة خطة الأعمال البيزنس بلان. فالبيزنس بلان هي التي تجسد خطة الأعمال، هي التي أو خطة العمل هي التي تجسد آرائي وأفكاري، وتكون هي سبيل التواصل مع الآخرين. وأنا زي ما قلت لحضراتكم الآخرين دول بيبقوا يعني عديد من العناصر، هناك منهم الممول، هناك منهم المورد البشري الذي أرغب في أن ينضم إلى تنفيذي للمشروع، أيضا قد يكون هو الجهة الحكومية التي تصدر الترخيص، قد يكون هو الشركاء الذين أرغب في أن يشاركوني في العمل. إذن دي وسيلة متقنة ووسيلة محكمة ووسيلة منظمة
ووسيلة معبرة وموضحة تمثل التخاطب وتمثل التواصل الجيد ما بيني وما بين الآخرين المعنيين بفكرة المشروع التي أسعى إلى تحقيقه. الحقيقة كمان إنه خطة الأعمال بتعتبر بمثابة زي ما قلت طريقة ممنهجة، طريقة منظمة للتعامل مع إيه؟ مع الحقائق، طريقة منظمة للتعامل مع الحقائق ومع المعلومات. المعلومات دي حقائق، إذن هي بتمكنني من التغلب على الاعتماد على الآراء. فالآراء كما اتفقنا قد تصيب وقد تخطئ، الآراء قد تصيب وقد تخطئ، أما المعلومات والحقائق هي دي بقى الإيه التي أستند إليها في الوصول إلى المخطط أو التنفيذ للفكرة التي أسعى إليها. إذن كأنه هذه الوثيقة المسماة بخطة العمل تضمنت العديد من المزايا، لعبت العديد من الأدوار، لعبت دور خاص بي كمستثمر، وأنا بفكر كرائد أعمال بفكر في مشروعي، لعبت دور وهي حلقة اتصال بيني وبين الآخرين، لعبت دور في جذب الآخرين للتعامل في مشروعي، سواء كانوا بصفتهم مورد بشري بستقطبه للعمل في المنظمة، أو باعتبارهم شركاء يمكن أن يشتركوا معي في المشروع، أو باعتبارهم ممولين يمكن أن يساهموا في تمويل المشروع الخاص بي. إذا أبنائي وبناتي، نضيف إليها بقى العنصر الرابع، أنها أداة المعلومات، أداة الحقائق. والحقائق كما اتفقنا دائما بنقول هي ده الأساس، خاصة ونحن مقبلون على مشروع استثماري يتحمل المخاطرة، وأنا كرائد أعمال بـ 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 يعني بعتمد بشكل أساسي على المخاطرة المحسوبة، وفي نفس الوقت بـ يعني أعتمد على الحقائق من أجل إزاحة الغموض والبعد عن العشوائية وعدم التأكد. خطة الأعمال هي التي تمكنني من كل هذه الأمور، وتكون هي بمثابة العنصر المعبر والعنصر الموثق والعنصر المنظم لأفكاري الاستثمارية. إذا كأني أستطيع أن أستنبط أنه خطة الأعمال تدور أهميتها أو فوائدها حول محورين أساسيين، حول محورين أساسيين. المحور الأول هو جذب الاستثمارات الخارجية أو جذب المستثمرين الخارجيين، جذب المستثمرين الخارجيين، بمعنى إنه هي كأنها بقى أداة تقوم على الإقناع. يعني قلت التواصل المنظم الجيد المعبر، وبما تتضمنه من حقائق، فهي تجذب المستثمرين الآخرين، بتقنعهم بأهمية الاستثمار في هذا المجال، بتقنعهم باقتصادية الدخول في هذا المجال، بتقنعهم بربحية الدخول إلى مثل هذا المجال. الجانب الثاني إنها كما اتفقنا توضح الإطار الموثق المنظم الموضوعي لأهداف المشروع، النتائج التي يريد أن يصل إليها، ومدى مصداقية هذه الأهداف، ومدى واقعيتها، ومدى قابليتها للتحقق. أيضا بتتضمن عملية توصيف وتوضيح للإجراءات، إجراءات الوصول لهذه الأهداف، إجراءات التنفيذ وإجراءات تحويل هذا المشروع من مجرد فكرة في خيال الانتربرنور أو في عقل الانتربرنور إلى واقع ملموس على أرض العمل وأرض الاستثمار. هي أيضا تمكن رائد الأعمال من أن يتعرف على طبيعة المنافسين، من هم منافسوه، وضعهم بالنسبة للأسواق، فرصته في أن يعني يجد
مجال لأنه يدخل إلى العمل وينافس فيه ويحقق الأهداف التي يسعى إليها، تصوراته عن التطوير والإبداع وتصوراته عن التعامل مع السوق وتصوراته عن النتائج التي يمكن أن تتحقق والفوائد التي يمكن أن تتحقق. إذن أهمية خطة العمل أيضا إذا كانت هي بتتعامل مع المستثمرين فهي تتعامل أيضا مع غير المستثمرين، وبالذات الجهات التي تكون مسؤولة عن منح التراخيص والتي تكون مسؤولة عن إتمام الإجراءات. هنا إذن بيبقى العملية منظمة، ليست مجرد أدوات عشوائية وليست مجرد أفكار عشوائية، ولكنها إطار علمي موضوعي منظم بيعكس فكرة جادة أو بيعبر عن فكرة جادة يمكن أن تجد لها مجالها الاستثمار. ما هي عناصر خطة العمل أو مما تتكون خطة العمل؟ الحقيقة نستطيع أن احنا نقول أنها بتتضمن من مجموعة من العناصر، في مقدمة وفيها يعني الاكزيكتيف سامري ملخص التنفيذي، فيها دراسة السوق، فيها عملية تحليل للفرصة وتحليل للفجوة وما إذا كانت فجوة حقيقية ما بين العرض والطلب بتسمح بالاستثمار والأداء الاقتصادي. أيضا بتتضمن الفريق الإداري والمهام المنوطة به والهيكل التنظيمي، بتتضمن المعايير والمقترحات المالية والتصورات ما بين المؤشرات المالية المختلفة. عشان كده بقول أنها وثيقة شاملة. عناصرها بقى زي ما قلنا خطاب التقديم، العنوان، صفحة العنوان، لأن بتكلم بقى على هنا عناصر وثيقة خطة العمل، خطاب التقديم، صفحة العنوان، جدول المحتويات، الاكزيكتيف سامري الملخص التنفيذي، نبذة عن المنظمة أو عن الشركة، بعدين تحليل لمنتجات الشركة، تحليل للسوق، معرفة السوق وأبعاده ومواصفاته وسمات العملاء اللي موجودين فيه، وأيضا عناصر المنافسة اللي موجودة في الأسواق، ثم الخطة التسويقية بعناصرها، بعناصر المزيج التسويقي اللي هم الفور بيز، وبعدين الجانب الإداري والتنظيم وتوزيع المسؤوليات والمهام والواجبات. أيضا يكون هناك الخطة المالية ومؤشرات الأداء المالي وإذا كانت هناك ملاحق خاصة بهذا الموضوع. على بركة الله هنبدأ نتعرف بقى على العناصر المختلفة لخطة العمل، العناصر المختلفة لخطة العمل. إيه الملخص التنفيذي؟ الملخص التنفيذي يغطي أو يعطي لمحات وصور عن خطة العمل، وبيبقى هو يعني هو ده زي ما بيقول الجواب يبان من عنوانه، ده العنوان بقى، ده الايه الشيء الذي يظهر في بداية خطة العمل، ولابد ان هو يجذب الانتباه ويعطي بقوة، يعطي بقوة لمحة عن طبيعة المشروع وطبيعة الاستثمار والى اين نحن متوجهون. يعني نخلي بالنا انه احيانا بيبقى الملخص التنفيذي هو ده يعني الأساس الذي يعتمد على الاطلاع عليه ربما المستثمرين، ربما الممولين، ربما أصحاب العلاقات المختلفة بالمشروع بتاعنا. يأتي هذا الملخص التنفيذي له أهمية كبيرة وله بعد كبير في توضيح صورة وطبيعة ما نحن مقدمين عليه. ماذا يتضمن الملخص التنفيذي؟ حال الملخص التنفيذي بيتضمن أو يجب أن يتضمن ستة عناصر رئيسية، يجب أن يتضمن ستة عناصر رئيسية. ستة عناصر أساسية، نخلي بالنا وأنا بقول إيه ده الملخص مش الدراسة التفصيلية، ولكن يجب أن يجيب أو يعرض بوضوح وبقوة هذه العناصر الستة
لانه ده زي ما قلت كده، ناخد كده بالمثل البلدي اللي بيقول لنا ايه، الجواب يبان من عنوان. ايه الحكايه؟ الحكايه اول حاجه ما هو الهدف؟ الهدف الذي نسعى الى الوصول اليه من هذا المشروع. ما هو الهدف الذي نسعى للوصول اليه من هذا المشروع؟ الفكره دي اهدافها ايه؟ ربما يبقى لها بعد اجتماعي، وايضا ابعاد اقتصاديه، وايضا ابعاد ماليه. يعني كل هذه الامور دي تمثل الهدف، منتج يشبع السوق، يلبي حاجة مجتمع، بيتيح فرص عمل، يحقق أرباح بالنسبة للمستثمرين. أيضا إذا كانت هناك يعني مفاهيم وتعريفات مستخدمة، فيفضل أنه يتضمن الملخص التنفيذي تعريفا أو عرضا لهذه المفاهيم والتعريف، بحيث وخاصة المصطلحات الفنية، بحيث أنه القارئ لا يجد صعوبة في التعايش مع الموضوع وفي فهم الموضوع. يجب أن المسألة تبقى كأنها إيه، نوع من الفهم المشترك. نحن نسعى من خلال هذا الملخص التنفيذي إلى إيجاد نوع من الفهم المشترك لإيه؟ نوع من الفهم المشترك لهذه العناصر الواردة أو هذه المصطلحات الواردة في خطة العمل. يجب أيضا أن يعرض، خلي بالكم أنا بقول للمرة الثالثة، أن يعرض بقوة ملخص التنفيذ، يعرض بقوة الفكرة العامة للمشروع الذي نحن بصدده. هل نحن بصدد مشروع تجاري؟ هل نحن بصدد مشروع صناعي؟ هل نحن بصدد يعني عملية تقوم على الأفكار التسويقية؟ ما طبيعة المشروع الذي نحن بصدد؟ فكرة العامة في الأداء الذي يمكن أن يكون موجودا. وكما قلت وأكرر، يجب أن يتم عرضها بشكل قوي وجيد، لأنه من خلال هذا العرض القوي الجيد سيحدد القارئ. القارئ هنا أنا قلت بقى أنواع عديدة، إما ممول، إما مستثمر، إما جهة حكومية، إما جهة داعمة، إما مشارك. يعني جميع هذه الأحوال بنقول إيه؟ بنقول إنه القراءة والعرض القوي في هذه الحالة سيمكن القارئ من إنه يأخذ قراره. هل يمضي قدما؟ هل يوافق؟ هل يستمر؟ هل ينجذب إلى هذا المشروع؟ أم إنه يجد نفسه لا يريد أن يستمر في هذا المجال؟ يعني بكرر للمرة الرابعة، الجواب بيبان من عنوانه. يبقى مهم جدا ان الفكره تكون قويه، بحيث تعطي المجال بالنسبه لمن يقرا منذ اللحظه الاولى ان يكون لديه اتجاهات ايجابيه وليست سلبيه عن المشروع. ملخص التنفيذ ايضا يعرض بايجاز قوي الصفات والمميزات الخاصه بهذا المشروع. دايما احنا بنقول اردد لكم بصفه دائمه باللغة الإنجليزية، يقولون differentiate for success. عاوز تنجح لابد تكون مختلف، لابد أن تكون متميزة. يعني لا نريد أن نكون مجرد نسخ كربونية من بعضنا البعض. النجاح يتطلب التميز. ما هي مميزات المشروع بتاعنا التي بتمثل دعامة أساسية من دعامات النجاح؟ ما هي صفاته؟ ما هي مميزاته؟ ما الذي أو ما هي الخصائص التي تجعله مشروع قابل للنجاح وقابل للمنافسة وقابل لأنه يستثمر ويستغل الفرص المتاحة؟ ثم بإيجاز شديد أيضا، ما هي المتطلبات المالية اللازمة لنجاح هذا المشروع؟ إيه الاحتياجات بتاعتنا؟ إذا كانت احتياجات مالية أو تمويلية، هل بنعتمد على ديون، بنعتمد على قروض، بنعتمد على تمويل ذاتي، الجزء منه الموجه لرأس المال العامل أو رأس المال التشغيلي، والجزء الآخر اللي بيمثل احتياطيات وغيرها، دي اللي بسميها المتطلبات المالية على النحو الذي سنشير إليه تفصيلا بعد قليل. ثم من الأهمية بمكان إنه الملخص التنفيذي يشير إلى احتمالات النمو وفرص النمو. يعني إذا مشروع حين ينفذ فإنه
يضمن عملية النجاح، ويضمن عملية النمو، ويضمن عملية الاستمرار، ويضمن عملية البقاء. بقول هذا الكلام وأنتم تذكرون أننا سبق إن إحنا قلنا إن 80% من المشروعات الصغيرة لا تستطيع أن تكمل عامها الخامس، 80%. فلابد إذن، وأنا في يعني أدرك هذه المعلومة أو هذه الملاحظة أو هذه الإحصائية أو شئت من دقة وقلت من الحقيقة، لابد أن أجد أمامي ما يبشر ويطمئن ويقول أنه لا، هذا المشروع له مقومات نجاح، وأنه قادر على أن هو يستمر وعلى أن ينمو وعلى أن يكبر. وده اللي بيجعل المستثمر والمشارك والجهة الحكومية المانحة للترخيص بيقول والله هذا مشروع يمكن أن يحقق مجالات جيدة أو مقبولة أو يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. إذا ما تركنا الملخص التنفيذي، بنجد بقى نريد ملخصا تعريفيا عن الشركة، عن المنظمة. وهنا بقى الملخص اللي بيبقى موجود على المنظمة، أول حاجة الشركة دي عبارة عن إيه، شكلها القانوني إيه. ما أنا عرضت عليكم أبنائي وبناتي من حضرتين ثلاثة، عرضنا الأشكال القانونية المتعددة ما بين مشروع فردي إلى شركة أموال إلى شركة أشخاص، تضامن، توصية بالبسيطة إلى غير ذلك من الأنواع. يبقى لابد الأول الشكل القانوني يكون واضح، وبعدين بدينا نبذة عن المنظمة، إلى أين هي متجهة، راح على فين، فرصها إيه، مستقبلها إيه. وأيضا يجب أن يتم التعريف بمشغلي الشركة. بمشغلي الشركة يعني المهم أن أنا لابد أن أكسب القارئ معلومات جيدة عن القائمين على أمر هذه الشركة. إيه مؤهلاتهم، مستوى تعليمهم، ايه خبراتهم، مدى المهم بالمشروع، النجاح الذي حققوه في مجالات سابقة. يعني هذا ايه، لابد انه التعريف هنا ده اللي بيدعم، بيبني الثقة وبيبني المصداقية بالنسبة للقارئ اللي بيثق اذا انه اذا عمل جاد، اذا عمل له فرصته التسويقية، إذا عمل له فرصة النجاح والنمو والاستمرار. يبقى بتعرف على الشركة، تعرف على أبعادها، على شكلها القانوني، على طبيعة العمل اللي هي موجودة فيه، على عناوينها، على تعريف بالقائمين على أمر هذه الشركة أو مشغليها. وزي ما قلت لحضراتكم هنا بيهمنا نتعرف على مدى مثلا مساهمتهم في رؤوس الأموال، حصصهم قد إيه، نتعرف على الخلفيات العلمية بالنسبة لهم، نتعرف على الخلفيات الفنية بالنسبة لهم، حتى يكسبنا ذلك نوع من الثقة والمصداقية. بمعنى أننا إذا مشروع مدروس وتتوافر له عوامل النجاح وعوامل النمو. ملخص ده زي ما قلنا بقى الأسماء، أسماء الشركة، الاسم التجاري بالنسبة للشركة، وده بيبقى برضو متسق مع طبيعة الشكل القانوني للشركة، شركة أموال أو أشخاص أو غيره. وفي نفس الوقت ده بيحدد لنا لأنه المغزى التجاري أو بيعبر عن الفرصة التجارية المتاحة لها في الإيه، في الأشياء. زي ما قلت أيضا أسماء الشركاء، إذا كان هناك شركاء، فإذا كانت شركة أموال يبقى عارفين طبعا الأموال دي شركات أسهم، يبقى إذا عاوزين أعضاء مجلس الإدارة أسماء القائمين على الإدارة يعني أوضعهم في المنظمة، كل واحد منهم بيشغل إيه، ده رئيس مجلس الإدارة، ده العضو المنتدب، ده الرئيس التنفيذي، ده مدير التسويق، ده مدير الشؤون المالية، إلى غير ذلك من المسميات، الأسماء والأماكن اللي هم بيشغلوها داخل مجلس الإدارة. وفي نفس الوقت الحصص التي يمتلكها كل منهم في رأس مال، عشان تديني موثوقية ومصداقية أن مجلس الإدارة لهم مصالح، وأنهم يدركون تماما طبيعة
عمل المنظمة، وإنه دورهم هنا هو الحفاظ على مصالحهم وتحقيق مصالح المساهمين اللي معهم. أيضا الخلفيات، وهنا بنقصد الخلفيات العلمية، لأن برضو أنا كقارئ أريد أن أتعرف على مدى تناسق الخلفيات العلمية مع التخصص أو المجال الذي ستتخصص فيه المنشأة أو المنظمة. أيضا الخلفيات الفنية أو الخبرات السابقة، هل هناك خبرات سابقة في مثل هذا المجال؟ أيضا بتعرف من خلال هذه الخلفيات على النجاح الذي حققه كل منهم في هذا المجال، هل له خبرات في عمليات الإدارة أو في عمليات التنسيق لمشروعات حققت نجاح وذات قيمة وإلى آخره. ده بيدينا المصداقية وبيجعلنا على وعي تام بمدى جدوى هذا المشروع، أو بيدينا مؤشرات عن احتمالات النجاح المتوقعة لهذا المشروع. التاريخ الذي تنشأ فيه هذه الشركة أو ينشأ فيه هذا المشروع وفترته، عشان أقدر أحكم على جدوى المعلومات المعطاة. وأخيرا الأهداف، وكما تعلمون أبنائي وبناتي، فإن الأهداف المقصود بها النتائج المطلوب تحقيقها، أو التي نروم إلى أو بنصب أو بنسعى إلى تحقيقها في المستقبل. ودي النتائج الخاصة بالمنظمة. وفي الحقيقة في ملخص الشركة بتبقى الأهداف، يعني أهداف تتسم بدرجة من العمومية وموجزة غير مخل، ولا تتعرض لنوع من من العرض الممل، يعني تبقاش فيها إسهاب ممل ولا تلخيص مخل. لازم في نوع من من التناسق بين الأهداف والنتائج التي نريد أن نصل إليها. ثم نأتي إلى البند اللي بعد كده، وهو تحليل المنتجات والخدمات. طبعا انتم عارفين المنتجات ده مصطلح عام بيضمن او بيقول بيتضمن السلع والخدمات، يعني المنتجات ده مصطلح بيضم بين طياته ما هو له خصائص المادية الملموسة وما هو خصائصه غير ملموسة، اللي بيسموها باللغة الإنجليزية المنتجات الملموسة، يعني التانجبل المادية، والتانية غير الملموسة اللي هي انتانجبل يعني غير ملموسة. هنا الأمر بيتطلب إن احنا لابد في خطة العمل أن يكون هناك تفصيل بقى، شرح تفصيلي للمنتجات التي نعتزم أن نقدمها إلى الأسواق. وبالتالي ده بتعرفنا لهذه المنتجات والخدمات يجعل الأمر، طيب ما مدى قبول هذه المنتجات، ما مدى تناسقها مع ظروف المجتمع، هل هي منتجات لها بعد اجتماعي مقبول، إلى غير ذلك من من العناصر اللي بتجعلنا على دراية وعلى علم وعلى معرفة بما سيقدم من منتجات إلى الأسواق. لأنه تترتب عليها هنا المنتجات دي هي بتمثل المنفعة التي ستعود على العملاء، ومن ثم تحدد لنا الأسواق. إن تحليلنا للمنتجات والخدمات يجب أن يتضمن المزايا الخاصة بكل منتج، يعني كل منتج من هذه المنتجات، كل سلعة أو خدمة، إيه المزايا المتوفرة فيه، إيه الخصائص اللي موجودة فيه، إيه السمات الخاصة به، وبالتالي ارتباطه يعني سوق العملاء، و ما يعني إذا كانت هناك فجوات في العرض والطلب يحققها إلى غير ذلك من الأشياء. ثم لابد أيضا أن نتعرف على تكاليف المنتج، سواء كانت التكاليف الثابتة أو التكاليف المتغيرة، لأن دي العناصر اللي بتحدد لي بقى طيب كل منتج ومدى إمكانياته الاقتصادية. لأن إذا كانت هنا التكاليف، بعد شوية لما أتكلم على الإيرادات يبقى هنا بنتعرف على طبيعة التكاليف، وهل هي تكاليف ثابتة أم تكاليف متغيرة، هل هي تكاليف فنية أم تكاليف إدارية، يعني طبيعة هذه التكاليف اللي يتوقع أنه تتحملها أو تكون ضرورية لهذه المنتجات.
ايضا بنتعرف على المكانة الخاصة به، ده الموقع السوقي او مكانتها بالنسبة للاسواق او مكانتها بالنسبة للمنافسين، المكانة التنافسية الخاصة به. التقنية التي ستستخدم، هل هي تقنية بسيطة ام تقنية معقدة، بتعتمد على العمالة الكثيفة ام بتعتمد على الفول اوتوميشن، الاتمتة الكاملة او الآلية الكاملة، مدى تقدم هذه التقنيات، هل هي تقنية محلية أم تقنية مستوردة، العناصر الخاصة بها، تقدمها أو تخلفها، إلى غير ذلك من التقنيات اللي هي الخاصة بما يعرف بفنون الإنتاج. إحنا بنسميها إيه التقنيات؟ بنسميها فنون الإنتاج. ثم لابد أن تكون هناك نبذة عن مستقبل هذه المنتجات، عشان نتأكد من عمرها، عمر المنتج هيستمر قد إيه، فرص نجاحه قد إيه، التغير اللي ممكن يحصل، يعني مدى قدرتنا على موائمة والتكيف مع المتغيرات التي ستحدث سواء في المادة الخام أو في التقنيات اللي موجودة أو في يعني كل ما يتعلق بي يضمن أن هناك مستقبل واعد بالنسبة لهذه المنتجات. هل هناك منتجات حقيقية؟ هل هناك طلب حقيقي بالنسبة لهذه المنتجات؟ أم أنه المسألة مشكوك فيها؟ يبقى أنا تعرفت، خدت الـ سامري، بعدين خدت البرودكتس، بخش بعد كده على الماركت. يبقى إذا الملخص التنفيذي، وقلت التعريف الشركة وما القائمين عليها وعلى إدارتها وغيرهم، وبعدين بخش على المنتجات وطبيعتها ومدى حاجة الأسواق إليها وتقنياتها وغيرها من العناصر، ده بيقودني بقى إلى السوق. وإحنا كقاعدة قلناها مرارا وتكرارا أبنائي وبناتي، إنه المنتج الذي لا سوق له لا قيمة له. الشركة، المشروع الذي لا عملاء له ولا أسواق له لا قيمة له. الفكرة الاستثمارية مهما كانت وجاهتها لا تصبح ذات قيمة إلا إذا ضمننا أن لها أسواق. وبالتالي إحنا مهم جدا إنه في البيزنس بلان بتاعتنا أو في خطة العمل بتاعتنا إن إحنا نحدد ما هو التارجت ماركت، السوق المستهدف بالنسبة لنا. نحدد أيضا كيفية تقسيم السوق إلى قطاعات، اللي هو الماركت سيجمنتيشن، عملية تجزئة السوق. لابد أن تكون هناك معايير، وإحنا بنعتمد على هذه المعايير في تجزئة الأسواق. وهنا لابد أن نبقى عارفين هل هذه المعايير بتعتمد على مثلا الدخل، بتعتمد على الفئات الاجتماعية، الطبقات الاجتماعية، بتعتمد على الجوانب، التقسيم الجغرافي بالنسبة للسوق، هل بتعتمد على المراحل السنية، بتعتمد على النوع إذا كان هي من العملاء من فئة الذكور أم من فئة الإناث، بتعتمد على الموقع الجغرافي اللي موجودين فيه ومدى انتشارهم وغيره. هذه العناصر دي اللي بتمثل عملية الأسواق وتجزئة الإيه الأسواق، عشان نبدأ نحدد الإيه الشرائح الخاصة بينا والأسواق الخاصة بينا. هنا لابد وأنا بحدد بقى السوق، نمرة واحد، أنا مدرك تماما لطبيعة النشاط الذي سأقوم به. هل هو ده نشاط تجاري؟ هل هو نشاط صناعي؟ المنتج اللي احنا لسه محللينه وعارفين هو مجاله ايه؟ بالتالي النشاط اللي احنا بنقوم بيه، هل هو نشاط فني ام نشاط توزيعي ام نشاط تسويقي الى غير ذلك؟ يبقى لابد ان اكون مدركا ادراكا تاما، وخلي بالكم من كلمه الادراك التام، يعني الفهم الجيد السليم لطبيعه النشاط الذي ساقوم به. وهنا أود أن أكرر لحضراتكم ما يحذرنا منه علماء النفس. علماء النفس يقولون لنا، والعلوم السلوكية يقولون لنا، انتبهوا، انتبه لإيه؟ إن الإدراك الخاطئ تترتب عليه نتائج مضللة. الإدراك الخاطئ تترتب عليه نتائج مضللة. إذن علينا أن نكون مدركين إدراك تام وسليم لطبيعة النشاط الذي أقوم به، لأنه بناء عليه ستتحدد العديد من المعايير والأشياء الأخرى التي سنتحدث عنها بعد قليل.
إذا أنا فهمت النشاط بتاعي فهما جيدا، يبدأ بقى على طول أخش على السوق. السوق بقى من هم العملاء، الخصائص الخاصة بهؤلاء العملاء من حيث الدخل، من حيث الأعمار، من حيث الاحتياجات، معدلات الاستهلاك، إلى غير ذلك من الإيه، من الأشياء اللي بترتبط بالأسواق، التوزيع الجغرافي، الاحتياجات، القدرات الشرائية. أيضا مهم جدا إنه بقى وأنا بحلل السوق والتوزيعات والمكونات بتاعته، أتعرف أيضا على العناصر التسويق اللي موجودة. ربما إذا كنا بنتكلم على قنوات التوزيع أو أدوات التوزيع اللي الموجودة، السوق ومدى الإقبال على المنتج، وده بيتطلب إن إحنا نخش على تحليل العملاء وهؤلاء العملاء وأدوارهم وإمكاناتهم وقدراتهم وخصائصهم اللي بتمكننا من التعرف على من يقتني المنتج، بتخلينا نتأكد من الذي يقتني المنتج. ثم بعد ذلك بنخش بقى على تحديد المنافسين. دي مسألة في غاية الأهمية، إن إحنا نبقى مدركين من هم المنافسين الذين نتعامل في إطار العملية التنافسية اللي هي بتتم، وإمكاناتهم وقدراتهم وإمكانية إن إحنا نجد فرصة للتعامل معهم. التحليل المنافسين ده أبنائي وبناتي أيضا هو جزء من دراستنا للسوق. يعني السوق عبارة عن منشآت مرتبطة بعملية التسويق، وعبارة عن عملاء بمواصفات وسمات وقدرات، وعبارة عن منافسين. وهنا في المنافسين لازم أتعرف على طبيعة هؤلاء المنافسين، أتعرف على قدراتهم، إمكاناتهم، مين العناصر القوية اللي موجودة فيهم، الحصص السوقية اللي بيتمتع بها كل منهم، جوانب القوة عند كل منهم وجوانب الضعف، مدى تأثيره بالنسبة لي، هل الفرصة التي أطمح في الدخول إليها دي بتمثل يعني فرصة حقيقية وهو غير مهتم بها، لأنه أنا لو دخلت في تنافس معهم ده بعطول أنا ببقى خسران. فلابد أن أنا أتعرف على المنافسين وعلى حصصهم في الأسواق وعلى قوتهم وعلى مراكزهم التنافسية المختلفة. إذن تحليل السوق يتضمن معرفتي بنشاطي، يتضمن تحليلي للمنظمات والعناصر اللي موجودة في السوق والأبعاد الجغرافية والمؤشرات الخاصة بي، تعريفي أيضا أعرف عملائي من هم ومواصفاتهم وخصائصهم وقدراتهم الشرائية وأذواقهم وعاداتهم الشرائية، أتعرف أيضا على المنافسين وعناصر القوة اللي موجودة لديهم وحصصهم السوقية المختلفة وتأثيرهم على دخولي إلى السوق. إذن كأننا من جانب أتعرف على جاذبية الصناعة، يعني الصناعة عندها استعداد لقبول أطراف جدد زي أو أنها طاردة، واقتصادية الاستثمار بمعنى آخر، هل أنا لو دخلت إلى السوق أستطيع أن أنا أضمن نوع من النجاح الذي بحيث تتحقق إيرادات تغطي التكاليف وتحقق أرباح، هل هناك لي فرصة حقيقية؟ فرصة حقيقية بمعنى أنه أستطيع أن أنا يعني أجد أن هناك فجوة، فجوة عرض، فجوة ما بين العرض والطلب، وأن هذه الفجوة يعني تمكنني من الحصول على حجم مناسب من الأعمال بيضمن لي عملية الاستمرار من عنده. هذا هو الذي يعني يجعلنا بشكل عام نلم بطبيعة أو بتحليل السوق. أنا أصبحت مدرك للسوق، يبقى أنا عارف طبيعة منتجي، عارف السوق وأبعاده المختلفة، لدي أهدافي التي تمكنني من أو التي أسعى إلى إنجازها وتحقيقها بالنسبة للمنتجات بتاعتي أو بالنسبة لمشروعي. إذن أبدأ بقى إيه، أخش على الخطة التسويقية. في هذا الجزء بقى ببدأ أوصف المنهجية التسويقية، سياساتي العملية، العناصر المختلفة بقى، يعني عناصر المزيج التسويقي الأربعة المتعارف عليها
اللي هي البرودكت والبليس والبرايس والبروموشن، ببدأ بقى ايه، ابدأ احدد ايه هي الخطوات بتاعتي، ايه هي الخطط بتاعتي، ايه هي التصرفات بتاعتي التي ستمكنني بقى من التعامل مع الاسواق واشباع رغبات وحاجات المستهلكين. اذا هنا باجي بشوف بقى في التسويق، عاوز اتعرف على المنتج، عاوز اتعرف على السعر، على التوزيع، اتعرف على ما يتعلق بالمبيعات وتقديراتها، و يعني اذا كان عندي فريق بيعي واداره فريق البيعي، اتعرف على اساليب الدعايه والاعلان التي يمكن ان انا يعني اعتمدها في هذا الامر، التنبؤ بالمبيعات من خلال يعني الى فرصه يعني زمنيه مستقبله. التسويق هنا، واحنا نبقى بنتكلم على المنافس التسويقيه التي اتعامل معها، مع الاساليب التسويقيه، مع السياسات التسويقيه التي تحكمني، مع المنتجات ومدى اتساعها ومدى عمقها، مع الخصائص الخاصه بهذه المنتجات، مواصفات الجوده التي تتوافر فيها. بعدين لما اجي احدد الاسعار، وهنا الاسعار لابد ان تدور في فلك محورين اساسيين. المحور الاولاني هو مجاراه اسعار المنافسين، يعني يجب ان انا اسعاري تكون متناسبه مع اسعار المنافسين، والا لن استطيع ان انافس، لن استطيع ان اخترق الاسواق. هم متمكنون والعملاء ارتبطوا بيهم واصبحت لهم عاداتهم الشرائيه، فلا بد ان اسعاري تاتي مجاريه لاسعار المنافسين وتميل الى ان تكون منخفضه عنهم. والمحور الثاني قلت انا بتدور في فلك محورين، المحور الاولاني اللي هو محور مجاراه اسعار المنافسين، المحور الثاني اللي هو قدرات المستهلكين. يجب ان يكون السعر اللي انا بحدده يدخل في اطار ما يستطيع المنافسون ان يتحملوه ويخصصوا له جزءا من دخولهم. وفي نفس الوقت بقى كمان كقضيه عامه، السعر بيبقى له دور مهم جدا، انه بيغطي التكاليف بتاعتي بانواعها المختلفه، واحنا هنخصص جزء من ربما محاضرتنا القادمه عشان نتعرف على عناصر التكاليف، لكن لابد انه في الاخر يحقق لي هامش ربح مناسب، هامش ربح معقول، هامش ربح مقبول. ومتى يكون مقبول؟ اذا كان بيغطي التكاليف وفي نفس الوقت يتيح لي فرصه للنمو، ويتيح لي فرصه للتطوير، ويتيح لي فرصه لتحسين مستويات معيشتي انا ومن يعملون معي. اذا مساله الاسعار ليست عمليه عشوائيه، ده بتتم بحسابات وبمعادلات. ثم منافذ التوزيع، وهنا انا اذا اما التوزيع المباشر، يعني ان اقوم انا بوظيفه التوزيع. هو التوزيع يعني ايه ابنائي وبناتي؟ فكروا كده معايا، التوزيع هو مجموعه من الانشطه اللي بتساهم في تيسير انسياب المنتجات من حيث يتم انتاجها الى حيث يتم استهلاكها. يبقى المنتج انا انتجته، يجب ان قيمه المنتج انه يصل الى العميل، وان العميل يحصل عليه، وانه يقتنيه، وانه يحقق منه المنفعه، ويحقق لنا الربح المناسب. طب ايه الحكايه هنا؟ عمليه الانسياب من حيث انتج الى حيث استهلك بيتمر عبر قنوات. ربما الاساس الاولاني، ربما يكون الاساس الاولاني من خلال ان انا بعمل التوزيع بشكل مباشر، اي ان اقوم انا بالوظائف التوزيعيه دون اعتماد على الوسطاء، او انه تنشا قنوات توزيع متعدده، يعني ربما مني انا كمنتج الى تاجر التجزئه فالعميل، او مني كمنتج الى تاجر جمله فتاجر تجزئه فالعميل، او مني الى وكيل فتاجر تجزئه فتاجر جمله فتاجر تجزئه، وهكذا. هذه الادوات ايضا يتم تحديدها واختيارها بناء على ايه؟ بناء على دراسات، بناء على معايير، بناء على اهداف، بناء على مؤشرات، بحيث تهدف في النهايه الى انه المنتجات فعلا تصل من حيث انتجت الى حيث يتم استهلاكها. اما المبيعات، فالمبيعات بنبدا نحدد المبيعات ومدى استمراريتها وطبيعتها، وهل هي مبيعات مؤقتة أم مبيعات دائمة، السوق بتاعنا بيبقى عناصره إيه، الخصائص المبيعات، خصائص العملاء، هل أنا هعتمد على قوة بيعية، هيبقى عندي رجال بيع ولا منافذ البيع بتاعي، هعتمد على أساليب البيع الإلكترونية أم البيع الإنساني.
بعدين لابد ان احنا نتعرف على ادوات الدعايه والاعلان، ودول هم الوسيله لتعريف المستهلك، الوسيله لتعريف المستهلك بالمعلومات الخاصه بالمنتج، هل يعني كيف يفيده، كيف يستخدمه، ايه ممكن توقعاته، كيف يبني توقعاته من هذا المنتج، الفوائد او المنافع التي تعود عليه من هذا المنتج، من اين يحصل عليه، الاسعار التي يحصل بها، كل المعلومات والتوقعات التي يمكن ان يبنيها من هذا، ده اللي احنا بنسميها الايه المعلومات. ووجود المعلومات يعد شرطا ضروريا واساسيا، وجود المعلومات شرط ضروري واساسي حتى يكون هناك العميل، العميل لن ياتي من نفسه، العميل لابد ان هو تكون لديه معلومات يعلمها عن المنتج، ومن ثم يسعى الى اقتناء المنتج من اجل تحقيق الاشباع. الامر هنا بقى بيجي لنا لازم يبقى عندي تنبؤ بمبيعاتي، والتنبؤ هنا خلي بالكم يعني دايما نخلي بالنا احنا مش بنتكلم على الرؤيه المستقبليه، فلا بد ان يكون لدينا مؤشرات ونعمل عمليه تنبؤ، والتنبؤ هنا لا يكون باساليب علميه سليمه يعني تعطينا مؤشرات جيده عن المبيعات في فتره مستقبليه قادمه. يا ترى المبيعات هيبقى قد ايه قيمه وكميه وتوزيعاتها وحدودها القصوى وحدودها الدنيا، يعني التحرف على التنبؤ دي مساله مهمه جدا، والعوامل ويجب انها تتم بشكل علمي منظم، حتى لان هبني عليها بعد كده مؤشراتي الماليه والتدفقات النقديه بتاعتي وغيرها من العوامل المختلفه التي نحتاجها في العمليه في عمليه الاداره الماليه للمشروع. بعد كده بنبدا نتكلم معانا طيب من الذي سيدير، حتى يعني لو انا المالك وانا المدير، انا زي ما قلت المشروعات الصغيره بتبقى عاده واخده شكل اللي بيسموه وان مان شو، يعني هو الشخص الواحد اللي بيقوم بكل الاعفاء، المالك وهو المدير وهو البائع وهو المشتري وهو المحاسب وهو المنتج، يعني اشياء متعدده، ولكن الامر عاده ما بيصيرش بهذه البساطه، خاصه اذا كنا لسنا بصدد يعني مشروع متناهي في الصغر، مش بقاله او غيره، لا لو مشروع فبتحتاج بعض العناصر، ربما بعضها فني، ربما بعضها عماله، ربما بعضها خاص بالبيع بالشراء باجهزه الكمبيوتر الى غير ذلك من العناصر. لابد ان انا احدد هنا ما هي احتياجاتي، انا محتاج عناصر من الموارد البشريه في انهي تخصصات، في انهي مجالات، قد ايه الادوار التي سيقوم بها كل منهم، لانه هنا نخلي بالنا احنا في بدايه المشروع الصغير لا نملك رفاهيه ان يبقى عندي يعني اعداد من البشر لا قيمه لها، لا لابد ان يكون لها احتياج حقيقي، يكون لها دور حقيقي، والا اصبحت عبء على المنظمه. في نفس الوقت انا لا اقوم بتوظيف عناصر لا تعمل، لازم عناصر تكون بتعمل ولها ادوار ولها مهام محدده، عشان كده بعمل عمليه سيناريو للادوار اللي تبقى مطلوبه، ومن ثم احدد المواصفات الخاصه بالعناصر دي ودور كل منها. وهل هنا الامر بقى بيتطلب ان انا استقطب بعض العناصر الخارجيه ام انني ساعتمد اذا كان معايا شركاء او غيره؟ هنا بنيجي بقى نشوف اداره الشركه، طيب من الذي سيتولاها؟ احنا عاده المبدا الاساسي هو انه لابد ان يكون هناك انفصال ما بين الملكيه والاداره، ده الشكل العام. بالنسبه للمشروعات الصغيره ما بيبقاش عندنا هذا الامر، فاذا تكونت المساله من شركه فيها شركاء من خلفيات مختلفه، فيهم مثلا قانوني، فيهم مهندس، وفيهم محاسب، وفيهم مسوق، ربما يعني الادوار كده، فبيبدا اداره الشركه يتم تقسيم المهام بالنسبة لكل منهم على ضوء الخلفية العلمية والخلفية يعني من حيث الخبرات اللي موجودة لديه. ثم هناك بقى الأفراد الذين سنستقطبهم للعملية الإنتاجية
سنستعين بهم في بعض الوظائف الأخرى المختلفة، لابد أن يكون هذا محدد تحديد دقيق، التقسيم وتوزيع الصلاحيات موجودة، كيفية المحاسبة والمساءلة، الأدوار التي سيقوم كل منهم بها، ده بيدخل في إطار النبذة عن الإدارة والتنظيم والأفراد. طبعا كل ده بيدور أبنائي وبناتي في إطار اللي احنا قلنا عليه اللي هي خطة العمل. خلي بالكم كل، شوف هذه الوثيقة أعلى بتنظم لي تفكيري قد إيه، خليني أحدد احتياجاتي إزاي، خليني أتعامل مع الموارد المختلفة إزاي، أيضا بتخليني أعبر عن المقصود بالنسبة للعناصر الخارجة عن المشروع بقى، أعرفهم فكرتي وإن أنا دارسها بشكل جيد وإن هم في المسألة واعدة، يعني كل هذه الأمور بتتم من خلال خطة العمل. بعد كده هنبدأ ننتقل إلى الجزء بقى اللي هو برضه جزء مهم جدا في هذه الخطة، اللي هي الخطة المالية، الجانب المالي. يبقى أنا خلي بالكم اديت تعريف، اديت عرض للخطة التسويقية، اديت عرض للخطة خطة الموارد البشرية، لابد اننا يبقى في عرض للخطه الماليه. فلابد ان يبقى فيه الاجزاء الماليه والقطاعات الاخرى اللي موجوده داخل الخطه الماليه. لابد ان احنا نشرح في خطتنا الاموال التي سنحصل، عمليه التمويل، من اين سنحصل على التمويل المطلوب؟ هل كله سياتي من التمويل الذاتي؟ هل سنضطر الى الحصول على قروض؟ هل هناك سنحصل على شيء من الدعم من مصادر التمويل المختلفة؟ من أين ستأتي الأموال؟ ثم بعد كده نتطرق إلى النمو بقى المالي المتوقع، كيف ستنمو مواردنا وكيف سنستخدمها والمؤشرات الربحية التي يمكن أن تتوقع في هذا. إذا مكونات الخطة المالية زي ما أمام حضراتكم أربع مكونات أساسية. المكون الأول اللي هو الميزانية العمومية أو الموازنة التقديرية أو الموازنة اللي يعني بنحدد فيها إيراداتنا ومصروفاتنا بشكل تقديري بناء على التنبؤات العلمية السليمة الدقيقة التي قمنا بها، فبنحدد إحنا يعني رأس المال، الشكل بتاع الأموال دي هتبقى في رأس مال تشغيلي وفي رأس مال ثابت، وحطينا في الجانب الآخر من أين حصلنا عليها، هل هي حقوق ملكية أم أنها ديون، بنشوف بقى إيه اللي هيبقى موجود في البضاعة، إيه اللي الشكل بقى في الشكل النقدي اللي موجود في الصندوق أو غيره من العناصر. وبعدين بيجي قائمة الدخل، إحنا متوقعين إنه الدخل بتاعنا يبقى عناصره إيه، مصادره إيه. ثم يأتي جدول التدفقات النقدية اللي هي المقارنة ما بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة، وأيضا الربط ما بين الإيرادات والنفقات حتى نتعرف على مجال التعادل، نقطة التعادل أو كمية التعادل، لأن ده لابد أن هو يكون مؤشر بالنسبة لنا لما بنيجي نرسم خطتنا التسويقية. مع ملاحظة مهمة جدا أبنائي وبناتي، أوعي يكون حد في ذهنه أن احنا بننشئ مشروع حتى يصل يكون هدفه التعادل. طبعا ده كلام يعني مضحك، احنا نقطة التعادل ده دي النقطة اللي هي مؤشر بالنسبة لي بتجعلني كمدير أو كمسوق أبقى عارف إنه ما يزيد عن هذه النقطة ده اللي هيمثل لي الأرباح، ما يقل عنها ده بيمثل لي خسائر، لأنه التعادل المقصود به تساوي الإيرادات مع التكاليف، يعني لا بنتحمل خسائر ولا بنحقق أرباح. لكن احنا عمرنا ما بننشئ مشروع وغرضنا هو التعادل، لكن غرضنا إن احنا نحقق أرباح. فبعرف أنا الحد الذي إذا تجاوزته ببدأ أحقق أرباح، إذا قليت عنه ببدأ أتحمل بخسائر. بنيجي نكتب بقى نحط الخطة بتاعتنا بقى اللي هي يجب أن تتحول إلى وثيقة الكتابة. حقيقة هنا في عبارة ظريفة بيذكرها لنا الدكتور الشميمري على لسان نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير، بيقول إذا قررت أن تستولي على مدينة فيينا فاستولي. يعني انا قلت الشميمري بيقول لنا نابليون بونابرت، لكن خلوني ارجع كده للرسول صلى الله عليه، بيقول لنا ايه الرسول صلى الله عليه؟ فاذا عزمت فتوكل على الله. ايوه، يعني اذا احنا خدنا للامر عدته، فكرنا وتنبأنا وحطينا مؤشراتنا والى اخره، اصبحت المساله خلاص
جاهزة إن إحنا يعني استوعبنا كل الأمور، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا أخذت للأمر عدته يبقى ننطلق ننفذ بقى ما نترددش. وهنا دايما أنا عاوز أقول، يعني تذكروا لما كنت بكلمكم في بداية حديثنا لما كنا بنقول على الانتربرنورشيب وكده، قلت لكم إنه الحلم اللي أنا بحلم بيه طالما عرفت أحلم أستطيع إن أنا أتحقق هذا الحلم، إن الفكرة اللي وصلتني وأنا وجدت فيها فرصة كانت قد مرت قبلي ربما على 10 أشخاص لكنهم لم ينتبهوا للفرصة دي. هنا بقى بنيجي نكتب الخطة، لابد من كتابتها، لأن زي ما قلت لكم إنها الوثيقة، الوثيقة المهمة جدا التي يجب لها بقى فنون ولها فورمات ولها نماذج يجب إنها تعبأ بشكل جيد. وعلى العموم فإن خطة العمل يجب أن تكون مكتوبة كتابة جيدة بشكل احترافي بشكل مهني متمكن، لأن زي ما قلت لحضراتكم بتفيدني كرائد أعمال لأنها بتنظم أفكاري، بتعرفني أنا إلى أين أتجه، وفي نفس الوقت بتقنع المستثمرين إذا أرادوا أن يستثمروا ويدخلوا معي شركاء، أو الممولين إذا أرادوا أن هم يمنحوني تمويل، أو الجهات الحكومية من أجل منح التراخيص. إن خطة العمل إذا كانت بصدد إن إحنا عاوزين نريد أن نحصل على أموال من مستثمرين فيجب أن ترسل لهم قبل الاجتماع، وإنه لا يستغرق عرضها أكثر من 20 إلى 30 دقيقة، يعني التوقيت الذي تستغرقه الوقت الجيد لعرض الخطة يتراوح من 20 ل 30 دقيقة، ده إذا كنا بنتكلم على إيه؟ الحصول على أموال المستثمرين. ترسل لهم قبلها حتى يمكنهم إن هم إيه يطلعوا عليها. لما باجي بعمل عملية البرزنتيشن بقى لخطة العمل علينا أن يعني يكون متحمس، فالحماس بينتقل بيعدي مني إلى الآخرين، فبيجعل هناك إيه يعني إيمان واستعداد لتقبل الخطة. وعلينا أن نوضح الفرص والفوائد والمزايا المتوقعة، يعني بقى الإيجابية فرص فوائد مزايا متوقعة، ونستخدم المعينات المساعدة، لأنه بيقولوا إذا أنا عملت برزنتيشن اعتمدت فيها على الحديث فقط، يعني على مهارة الحديث فقط، فإن المستمع لن يفهم سوى 50% مما قلت، وبعد مرور 24 ساعة لن يتذكر سوى 50% مما فهم. يعني شوفوا بيتضاءل، تزداد بقى نسبة الفهم والاستيعاب كلما زاد استخدامنا لمساعدات تكنولوجية وبصرية، يعني استخدمنا زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده ربما الباوربوينت، ربما لو في أفلام، ربما لو في مناقشات بيبقى التأثير بتاعها، تفادي استخدام العبارات الفنية غير المفهومة وتجنب الإفراط في التفاصيل، ويبقى عندنا استعداد إن أنا أرد على الأسئلة الخاصة بهؤلاء المستثمرين وما بقاش ممل. يعني أحيانا بقى إيه، خلي بالنا في مهارات بنعلمها للناس في العرض والتقديم، مهارات خاصة بالصوت، بالتواصل، باستخدام الايه التكنولوجيا الى غير ذلك من الاسباب دي اللي بتساعدنا في تقديم الخطه. عناصر خطه المشروع، في جزء خاص بالمبيعات، في جزء خاص بالتكاليف، في جزء خاص بالارباح، في جزء خاص بالتدفق النقدي، واخيرا الميزانيه العموميه. تتضمن خطه المبيعات مبيعاتنا من المنتج او من مزيج المنتجات. خطه المبيعات بتتضمن تنبؤاتنا او تقديراتنا لمبيعاتنا من منتج او من مزيج منتجات، اذا كان عندنا اكثر من منتج خلال فتره زمنيه محدده، اذا كانت سنه موزعه على مثلا الاشهر 12 شهر او ربع سنه او غيرها، وبنحط هذه التقديرات لمده تصل الى حوالي 3 سنوات على الاقل، يبقى بنشوف الايه البعد المستقبلي وبنحرص على البعد المستقبلي مع اهميه عمليه الايه عمليه التنبؤ. خطة المبيعات أيضا يتم تقدير المبيعات بناء على نتائج الدراسة التسويقية الجيدة، بحيث بيحدد المزيج التسويقي للمنتجات، الكميات المتوقع بيعها، الأسعار المتوقع إن إحنا بيها نبيع، وبالتالي تبقى خطة المبيعات عندي مكتملة من حيث الكم، من حيث الأصناف، من حيث الأسعار. وأخيرا فإن خطة المبيعات يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: تجنب المبالغة في تقدير قيمة، يعني مع إيه يبقى في نوع من الحذر،
المتوقع بيعها والسعر المتوقع البيع به. يجب ان الخطه لانها قائمه على تقديرات وتنبؤات، يبقى احنا بنقول ايه؟ بنقول يجب انها تكون يعني فيها نوع من الحذر وليس الافراط في التبرع. الكميات المتوقع بيعها مفترض انها بتزداد من فتره، لان خلاص دخلنا الى السوق، بدانا نكون سمعه، بدانا نكون مكانه، بدا يبقى لنا عملاء بيرتبطوا بينا، فمن المفترض ان الكميات بتزداد مع مرور الخطه ووفقا للمعايير ومؤشرات واضحه. لابد من وضع جدول بتقديرات المبيعات ثم جدول نهائي باجمالي المبيعات حتى تتضح الصوره بشكل كامل. ابنائي وبناتي الاعزاء، هنا بكون تناولت الى حد كبير جدا الجزء المرتبط بالعمليه التسويقيه. وانا لما بتكلم على الجوانب الماليه لابد ان انا بتكلم على الايرادات. الايرادات بتاتيني عاده من المبيعات، يعني النشاط الاساسي بالنسبه لي هو نشاط في مبيعات، يبقى لابد ان تقديراتي للايرادات تكون معتمده على المبيعات في انواعها، وزي ما قلت كما وكيفا، يعني او كما وقيمه. الكم من حيث الكميه ما يمكن ان انا ابيعه من عدد من الوحدات، السعر المناسب اللي انا قلت بيدور في فلك محورين، وبعدين من خلال السعر ومن خلال عدد الوحدات المبيعه بتتحدد قيمه المبيعات. هبدا بقى بعد كده لازم ابقى عارف التكاليف وعناصر التكاليف، وهذا هو ان شاء الله محور محاضرتنا القادمه. تحياتي تمنياتي الطيبه لحضراتكم، القاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.